له بقى نروح لزميلنا كريم احمد ونشوف اخر الاجواء عنده قبل بدايه مباراه الاهلي واسوان. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتننا طبعا كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد اليوم، يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الاهلي واسوان على استاد بيترو سبورت، وهي احد المباريات المؤجله من الاسبوع ال17. تلاحم كبير وضغط كبير لفريق النادي الاهلي، لكن ابا بنشوف المباريات وبنشوف المباريات الاخيره تحديدا واخر مباراه والروح الكبيره اللي كان فيها للنادي الاهلي والاصرار والعزيمه والشخصيه اللي بناكد عليها كابتن ايمن في كل مباراه بتطمنا بشكل كبير، ويقدر النادي الاهلي يستعيد ذكريات الانتصارات المتتاليه بشكل كبير من مباراه اليوم ومنها ان شاء الله حتى انتهاء المباريات المؤجله. قرار اكيد كان متوقع من الاتحاد المصري لكره القدم لتكافؤ الفرص بتاجيل مباريات بطوله الدوري العام وكاس مصر، يعني نقدر نقول فرصه لفريق النادي الاهلي وكل فرق الدوري الممتاز لتحقيق الانفاس، لكن تحديدا نقدر نقول فرصه طيبه جدا لفريق النادي الاهلي لانتظار العوده من جديد، عوده السداسي في منتخبنا الاولمبي وعوده ايضا كمان عدد من اللاعبين يمكن على راسهم طبعا وليد سليمان، لكن ان شاء الله باذن الله كل تركيزنا في هذه المباراة النهارده اليوم الاعتياد الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي في فندق الاقامه، ويمكن انهى النادي الاهلي تدريب جيد جدا امس الحقيقه، بنشوف روح واصرار كبيره جدا في التدريبات وجديه كابتن ايمن من الالتحامات ومن اشتراكات الكل اللي عايز يكون متواجد، الكل عايز يبقى ليه فرصه في هذه المباريات. دور الجمهور كبير جدا، ويمكن زي ما ذكر الكابتن سيد عبد الحفيظ دور الجمهور في الدعم كبير جدا ومطلوب جدا المرحله القادمه. اكيد طبعا عارفين ان دور النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي وجمهوره يعني عنده البطولات بلا حدود، وده امر اكيد مستوعبينه والجهاز الفني مستوعبه وجماهير النادي الاهلي مستوعباه، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. الاختيار يكون مع بيتسو موسيماني اللي حضر بشكل طيب وجيد جدا لمباراه اليوم مع يوشا وموسى طبعا محللي الاداء لفريق النادي الاهلي، لكن يتبقى بقى كابتن ايمن عدد من الغيابات وعدد ايضا كمان من اللاعبين اللي يمكن هيغيبوا على حصولهم على 3 انذارات، وهو على راسهم محمد هاني اللي يمكن بيخرج النهارده من القائمه، لكن بنتمنى له العوده سريعا ان شاء الله عقب انتهاء الايقاف. وليد سليمان المستمر في التاهيل وسداسي المنتخب اللي بنامل ان شاء الله باذن الله يشرفوا النادي الاهلي ويشرفوا مصر ان شاء الله في المباراه القادمه مباراه البرازيل. محاضره اخيره النهارده طبعا يا كابتن ايمن في فندق الاقامه بياكد عليها بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني على اهميه اللقاء، اسوان فرقه من الفرق الجيده، ترتيبها لا يعني اهميه وصعوبه هذه المباراه، الامر ده مهم جدا لفريق النادي الاهلي، وده الحقيقه اللي بياكد عليه الكابتن سيد كابتن سامي كل اللعيبه الكبار على اهميه المباراه. المباراه هتكون اصعب من المباراه الماضيه، كل المباريات اللي هيقابلها النادي الاهلي هتكون فيها صعوبه كبيره جدا، لكن بالاخلاص الكبير والعزيمه اللي احنا بنشوفها مع فريق النادي الاهلي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي اكيد لازم يكون معانا ان شاء الله مع الاجتهاد الكبير اللي بيقوم بيه فريق النادي الاهلي وجهازه الفني. مستمرين معاك بالتاكيد ان شاء الله يا كابتن ايمن لحظه بلحظه بننقل لك كل الاخبار والكواليس وتحرك فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه حتى استاد بيتر سبورت اللي هيستقبل هذه المباراه، ومنها ان شاء الله في ملعب المباراه يكون معاك التشكيل وكل اجواء استاد بيترو سبورت. لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وزي ما احنا شايفين الاجواء مهيئه ان شاء الله باذن الله زي كل مباراه لفوز باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. طبعا متفقين على صعوبه المباراه، ولكن كل اللي يهمنا في الاخر الفوز.